اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الشده البيضاء ومع جمعيه طموح لمرضى السرطان. فتبارك الله عليكم، الحمد لله بعدا تمت تحقيق المطالب ديالكم. لاله حسنا، غادي تعاودي لنا اليوم الشعور ديالك بالفرحه. بارك علي، حنا فرحانين بزاف صراحه. جيتي ولقيتينا في اجواء احتفاليه، لان اليوم كنا واقفين على اساس ان تعطانا وعد من السيده العمده ومن السيده النائبه المكلفه بالقطاع الاجتماعي بانه غادي تعطى مركز الجمعيه الطموح، وتعطانا منذ اشهر عديده، يعني اكثر من 7 شهور باش تعطانا الوعد. اليوم جينا لان هذا المركز باقي ما تحققش، ولكن اليوم تفتح معنا حوار، فتحت معنا السيده النائبه العمده المكلفه بالقطاع الاجتماعي السيده مريم ولهان بالحضور ديال مديره المصالح ديال جماعه الدار البيضاء، ووعدونا باللي من هنا ل 15 يوم غادي يدار حل وغادي تعطى مركز الجمعيه الطموح لمسانده مرضى السرطان. هاد الناس كنا كنتلاقاو في دار الشباب، المئات ديال مرضى السرطان. جمعيه طموح معروفه انها تضم مئات ديال مرضى السرطان، اعداد كبيره بزاف، اكثر من 975 مستفيد كانت في اللوائح الرسميه من شحال هذه، ومرضى السرطان غاديين كيتزايدوا، وانتم عارفين ان 50,000 حاله سنويا كتزاد في المغرب كحاله جديده، يعني هاد المرضى ما كيتسناش وخصنا ليه مراكز. اليوم حان الوقت اننا نقولوا راه خصنا ليه مراكز. الحمد لله هاد الاستجابه ديال جماعه الدار البيضاء للمطلب ديالنا فرحتنا، فتحوا معنا حوار لدرجه ان السيده نائبه العمده والسيده مديره المصالح بكاو معنا، سمعوا مريضات سرطان عينهم غير غرب الدموع وبكاو معاهم، سمعوا المعاناه ديالهم. حنا حسوا بهم، حسوا بهم. راه ملي تنقولوا السيده المكلفه بالقطاع الاجتماعي، راه اول شيء كتميز به هو الانسانيه، هو ذاك العمل الاجتماعي. مرضى السرطان في امن الفئات مقهوره، مقهوره اجتماعيا. اولا هما مرضى سرطان اللي في وضعيه فقر وهشاشه، زائد انهم مرضى سرطان كيعانيوا من امرين، مراره الفقر ومراره الهشاشه. اليوم زائد مراره المرض. اليوم الحمد لله جماعه الدار البيضاء وبناء على مطلب ديال جمعيه الطموح كدعم الادويه الخاصه بمرضى السرطان، ودعمتها ب 4 مليون ديال الدرهم، وزائد ان الجهه دعمت ب 3 مليون ديال الدرهم، ولكن مريض السرطان باقي ما وصلوش هذا الشيء. 4 شهور الدواء مقطوع على المراكز، لولا الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله والعنايه اللي انا كجمعيه الطموح لمرضى السرطان ما كناش نتمكنوا نشريو لهاد الناس الدواء. حنا شرينا لهاد الناس الدواء، درنا لهم لي غاديو لي سكانير لي غام، تم لاشي اللي شريناه لهم، ولكن بعنايه ساميه لولا صاحب الجلاله نصر الله وسيده هاد المؤسسات ما كانت باقا ما دارتش الادوار ديالها، ما تفعلاتش الاتفاقيه، المستشفيات ما فيهاش الدواء، وزاره الصحه باقي ما عطاتش الدواء، فين هي الميزانيه ديالها؟ ولكن الله ينصر سيدنا والله يطول لنا في عمره والله يزيد في مداده. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. وضعيه ديال الاحتياج كنلقاو سيدنا في جنبنا واقف علينا، ما كيحرمناش، كيساعدنا ماديه العون والمساعده لينا، وعطي رعايه خاصه ومسانده خاصه لمرضى السرطان. ولكن الفضل الله والفضل ماما حسنا. انا وصلت غير الصوت ديالكم، اما سيدنا هو اللي عطانا كل شيء، الله ينصره والله يطول لنا في عمره والله يعطيه صحيحته، والله يحفظ ليه الاسره العلويه ويحفظ ليه وليداته. حنا كنتمناو ربي يحفظه لينا بما حفظ به الله والذكر الحكيم. بلا بيه ما ساوين والو، بلا بيه ما ساوين والو. راه سيدنا قالها في الخطابات ديالو، قال لهم كل مسؤول يدير الادوار اللي عليه، وحتى الشكايات ديال المواطنين. انا كمجتمع مدني ولا كمواطنه، حتى انا مريضه سرطان مع هاد المرضى، الشكايات ديالنا خص تتم الاستجابه ديال الادارات تجاوب عليها. كل مريضه مسكينه وام وعندها ديك المسؤوليه، كلهم امهات. كلكم ومصبح ومسؤوليه، والوليدات والطياب والشقاء والمطلقات، ومع الناس ومخلين وليداتهم جايين جالسين النهار كامل، ارمالات ارمالات. الله يكون في عوانكم، والحمد لله بعدا على سلامتكم، ومبروك عليكم. هي دابا شي زرده ان شاء الله، ان شاء الله وادروا في المركز، كناكلش كسكسو انا في المركز ان شاء الله. الله يحفظكم مواتنا، الله يحفظكم، الله يعطيكم الصحه ان شاء الله. هما عطاونا 15 يوم بالاجل وغادي تعطانا مركز. حنا الا تعطانا في هاد 15 يوم عيد الشباب غادي نديرو في المركز ديالنا، ومرحبا بكل بيضاويين وكل المغاربه للمركز، وغادي يكون بطريقه احتفاليه ديال الطموح اللي كتناسب هذا الحدث. ماشي تنقول الحدث ديال المغاربه، ولكن حدث تاريخي، عيد الشباب ديال بلادنا، ديال احسن ملك في العالم، وحنا غادي نحتفلوا بعيد العرش ديالنا بطريقه الطموح. ومن هنا كندعوكم انكم تكونوا حاضرين معنا،
مغاربه وديما مغاربه والله ينصر سيدنا. تبارك الله عليكم.